منذ 85 عاما ولدت وهي تهوى العلوم وتتابع الصحف والمجلات المهتمة بالعلم، لذلك كان قرارها واضحا في مرحلة الثانوية العامة. فبعدما كان مجموعها يضمن لها دخول كلية الطب كما يتمنى والدها، أخبرته برغبتها في دراسة الطاقة الذرية والتفاعلات النووية، ولما لم يكن متاحا للسيدات في عام 1952 دخول كلية الهندسة، التحقت بكلية العلوم في جامعة القاهرة وتخرجت فيها بتقدير امتياز، وتم قبولها كمعيدة بالكلية، لكنها فضلت العمل في هيئة الطاقة الذرية من عام 1956 وحتى عام 1969 قبل أن تعود للجامعة مرة أخرى. النادي التي عرفت فيما بعد بأم الفيزياء النووية هي أول امرأة مصرية تحصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء النووية، ومؤسسة المعهد القومي لعلوم الليزر الذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في هذا المجال. وهي عضو في كثير من المؤسسات العلمية العالمية، وأشرفت على عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه، وقامت بتدريب عشرات الباحثين في مجال الليزر، كما ربطتها علاقة طيبة بالدكتور أحمد زويل والدكتور مصطفى السيد، ولها صور ما تزال تحتفظ بها للرئيس جمال عبد الناصر وهو يصافحها عقب حصولها على درجة الدكتوراه. حصلت النادي على العديد من الميداليات والجوائز والأوسمة، فحصلت على الميدالية الفضية من جامعة القاهرة عام 1965، ثم الميدالية الفضية لكلية العلوم عام 1987، والذهبية من جامعة السويس في العام التالي، ثم حصلت على جائزة رامل من الجمعية الفيزيقية الفرنسية عام 1999، كما حصلت على جائزة الدولة التقديرية عام 2009، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 2013. فسنوات طويلة قضتها في محراب العلم تعلمت فيه وعلمت غيرها، وتأمل بغض أفضل لعلماء مصريين يقدمون إسهامات علمية تخدم بلادهم.